دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية. الاتحاد العربي وجه الدعوة لنادي جزائري. قرعة البطولة ستقام في مدينة الرياض بحضور ممثلي الأندية العربية للمشاركة في كأس سلمان خلال نسختها الجديدة. شبيبة الصورة ممثل ثاني للجزائر في هذه المسابقة. نسور الجنوب يشاركون للمرة الثانية في تاريخهم. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.